واقول تاني بشكر كل جماهير الزمالك العظيمه وصفحات السوشيال ميديا ممكن نرجع لورا في النهائي. عايز اعرف شعورك يا شباب انت ما بترجعش ليه؟ عارف انك انت طالع في الزمالك الحمراء النهارده ومجدتك مره ما شاء الله السنان طالعه 2 متر بره ها وما غطيتش التغطيه المحترمه مع انك ايه في انتخابات الاهلي جبت الاستاذ محمود الخطيب والاستاذ العمري والاستاذ مش عارف مين. لا دي بتقول ان دي مش قناه الاهلي, قول ان دي قناه الشعب المصري كله. وعشان كده مفيش لاعب زمالك ايا كان او مدرب هيتعامل مع اون الا اذا اتنظرت اون رسميه لنادي الزمالك, لان نادي الزمالك اكبر منك شويه اكبر منك. قول اهو واي لاعب تاني هيروح اون دي قبل الاحتضار ومش هنحضر مؤتمرات صحفيه عشان احرمك انك تسمع المدرب يقول ايه. خلاص لان الغل اللي جواك النهارده هو نفس غل ابو العلم اللي طلع يقول ايه خلاص نجح يعني خلاص. ايوه تمشي ابو العلم انت وخالد الغندور وعبد الواحد السيد مين عايز يعمل ايه عليه تمام. وشفت احمد موسى هو جماعه احمد موسى القناه بتاع صدى البلد بقى قناه رياضيه بيتكلم في الرياضه اكتر من السياسه. لكن تصدق انك مريحني من الكلام في السياسه الناس زهقت يا احمد. الله امبارح كنت بتكلم في الصباح والبطاطس الخيار ها, وبقول للاخ محمد ابو الحنين من فضلك وهو مجلس وحد كتفوت دوت زودوها قوي 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 تاني زودوها قوي. وعندك طبعا عمرو اديب النهارده عيل اسمه هاني ما اعرفش الدستوره اللي فين عمال يقول لك اتخانقوا. لا اللي اتخانق بتوعك يا هاني اللي بتدفعه. وانا كلمت دكتور محمد الباز وهتتحاسب يا هاني. يا دكتور محمد الباز انا كلمتك قبل كده عن الولد ده يقول لك ايه مع عمرو اديب. طبعا عمرو اديب ما شاء الله ده طلع له شعره وطلع شعره مش الشعر والقرعه وقفت واخد بالك. وقعد يقول لك ايه ده هينجح اه نجحت غصب عنك ما بيكملش اللقطات بيجيبوا حتت صغيره ونجحت غصب عنك. وبقول لابراهيم الابراهيم عابدين ابراهيم لموه لموا يا اصحاب القناه الواد ده ويا مهيب انت رايح تستضيف ناس من القائمه الثانيه ها وهربان. طب لو راجل خد لاعب من عندي استضيفه وحموت لك القناه بتاعتك. القناه بتاعتك اللي كان جايبها الواد الزفت ده اللي هرب في امريكا اسمه ايه ده اللي كان بيعمل باسم باسم مش عارف مش دي قناتك برضه. شوف يا جماعه الاعلام اللي احترمنا فوق دماغنا, الاعلام اللي استهتر بالزمالك بقول له تاني ولا تساوي حاجه ولا تسوى حاجه. ومرتضى جالك 4 سنين باذن الله هموتك في ال4 سنين خلاص. والنادي الاهلي اهو عنده قناته طبيعي موتك تمام. انما شوبير واحمد موسى وعمرو اديب وهاني كتكوت اسمه كتكوت كتكوت تمام. شكلكم ايه دلوقتي؟ شكلكم ايه؟ ها سياده الوزير قول لنا من فضلك المخالفات ايه؟ سياده الوزير من فضلك هو عمل ايه؟ مرتضى منصور نجع انت بتقول هيرجع 24 ساعه وبعدين قلت هيرجع يعمل انتخابات ويمشي او بفضل ربنا عشت في عمر قاعد لكم بامر الله ان شاء الله مبروك 4 سنين باذن الله ربنا يديك طول العمر. حضرتك كنت طلبت مني على هوا مره المشجع الزملكاوي الجميل احمد سيد اللي عايز عمليه باذن الله. بشكر حضرتك شكرا بشكر حضرتك عامل مؤتمر يوم الاثنين موجودين كلنا ان شاء الله الساعه 12 انا والقرية عشان نقول خطتنا عايزين نشتغل من ثاني يوم ده واحد اثنين جميع السوشيال ميديا الزملكاويه الاجتماع يوم الجمعه الجايه الساعه 4 عشان ده حقهم ده حقهم. بشكركم بشكر كل جماهير الزمالك المحترمه واعضاء الجمعيه العموميه النهارده الاسطوره هم الاسطوره. لقاء حضرتك هيبقى امتى مع كريم بقى عندنا في الحدث؟ هنحدد معاه كده والله. مبروك وبابا بيقول لك مبروك يا راس على اللايف.